بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الأستاذ سيد سابق رحمه الله في بيان فرائض الصلاة إن بعد أن ذكر النية وتكبيرة الإحرام والقيام في الفرض، قال: قراءة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الفرض والنفل. قد صحت الأحاديث في افتراض قراءة الفاتحة في كل ركعة، وما دامت الأحاديث في ذلك صحيحة صريحة فلا مجال للخلاف ولا موضع له. كأصل نعم الخلاف فيها ضعيف جدا، وأما في بعض الصور ففيها نزاع. من ذلك ما كان من خلاف في قراءة المأموم خلف الإمام فيما جهر وفيما أسر، والخلاف فيها ثبت عن الصحابة رضي الله عنه. والخلاف كذلك في من أدرك الإمام راكعا، هل تسقط قراءة الفاتحة أم لا تسقط ولا يعتد بالركعة؟ فهذه مسائل فيها خلاف سائر، وإن كان الراجح هو وجوب قراءة الفاتحة في الفرض والنفل في كل ركعة من الركعات للإمام والمأموم والمنفرد، وأنه لا يعتد بركعة ليس فيها فاتحة الكتاب. قال: نحن نذكرها، نذكر الأحاديث فيما يلي. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. رواه الجماعة. لا صلاة، إذن أقرب شيء إلى نفي إلى هذا النفي هو نفي الصحة، إذ قد وجدت سورة الصلاة بدون قراءة الفاتحة، فمعنى النفي اتجه إلى معنى لا صلاة شرعية، لا صلاة مقبولة، لا صلاة صحيحة. نفي الصحة أقرب إلى الحقيقة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا أصل يحتج به على عمومه ما لم يرد مخصص، فكل من خالف هذا العموم هو الذي يحتاج إلى الدليل. كل من أخرج صورة من الصور من هذا الحديث هذا العموم هو الذي يحتاج إلى الدليل، كونها لم ترد في حديث المسيء صلاته. نقول: بل قد وردت في بعض طرقه وهي محمولة، والروايات الأخرى فاقرأ ما تيسر من القرآن محمول على الفاتحة بدلالة الروايات الأخرى عند ابن حبان في صحيح. الخلاف مع الحنفية في إجزاء غير الفاتحة مكان الفاتحة، أما جمهور أهل العلم فيرى وجوب الفاتحة. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن وفي رواية بفاتحة الكتاب فهي خداج، هي خداج غير تمام، يعني ناقصة. قال الخطابي: ناقصة نقص بطلان وفساد. لماذا؟ لأنه قال لا صلاة، والعبد مأمور بأن يؤدي الصلاة كاملة، فإن نقص شيئا من أركانها فهو مأمور بأن يأتي بها كاملة، يعيدها ويأتي بها كاملة. حديث رواه أحمد الشيخان، والصحيح أنه رواه مسلم، أحمد ومسلم. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. رواه ابن خزيمة بإسناد صحيح، ورواه ابن حبان وأبو حاتم. هذا نص أيضا، لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها أي مصلي بفاتحة الكتاب. وعند الدارقطني بإسناد صحيح، لا تجزئ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وعن أبي سعيد، أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر. رواه أبو داود، قال الحافظ وابن سيد الناس إسناده صحيح. وفي بعض طرق حديث المسيء في صلاته ثم اقرأ بأم القرآن إلى أن قال ثم افعل ذلك في كل ركعة، ودي رواية صحيحة عند ابن حبان. ثم الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الفاتحة في كل ركعة من ركعات الفرض والنفل، ولم يثبت عنه خلاف ذلك. ومدار الأمر في العبادة على الاتباع، فقد قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، رواه البخاري. هي أدلة غاية في القوة وفي العموم كذلك، فهي يحتج بها على ما ذكرنا من الصور المختلف فيها اختلافا سائغا، يعني القراءة خلف الإمام. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الصحابة بذلك، وعامة صلاتهم خلفه، فمن يخاطب إذن؟ هل يخاطب النادر القليل الذي لا حكم له لأنه لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بالكتاب وهو صلاة منفرد أو صلاة متنفل ولا يقصد إخبارهم بأن الصلاة خلفه ليست كذلك؟ ثم بعض هذه الأحاديث كحديث عبادة بن الصامت وردت في خطاب المأمومين خلف الإمام خلف النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة جهر فيها بالقراءة، في بعض الطرق أنها كانت في صلاة الصبح. قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا إنا لنفعل، قال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. قال البسملة، اتفق العلماء على أن البسملة بعض آية في سورة النمل، واختلفوا في البسملة الواقعة في أول السور إلى ثلاثة مذاهب مشهورة. الأول أنها آية من الفاتحة ومن كل سورة، وعلى هذا فقراءتها واجبة في الفاتحة، وحكمها حكم الفاتحة في السر والجهر. والصحيح أنه لابد من الفصل بين كون بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة أو آية في أولها، وبين كونها يجهر بها أو يصر، فهذه مسألة أخرى. فيمكن أن تكون آية من الفاتحة أو في أول الفاتحة ويصر بها، فليس هناك تلازم بين المسألتين. قال وأقوى دليل لهذا المذهب حديث نعيم المجمر قال صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن الحديث، وفي آخره قال والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه النسائي وابن خزيمة وابن حبان، قال الحافظ الفتح وهو أصح حديث ورد في الجهر بالبسملة. وهذا مع فضيلة الشيخ الألباني له، إلا أن قد صححه ابن حجر وابن خزيمة وابن حبان، وهو يدل على صحة الجهر بالبسملة أحيانا، وأنه يسن أن يجهر بها أحيانا، وإلا فحديث أنس في السر أصح إسنادا. المذهب الثاني، يبقى المذهب الأول أنها آية من الفاتحة،
ومن كل سورة. أما كونها من الفاتحة فقد ثبت حديث أم سلمة: إذا قرأتم فاتحة الكتاب فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتها. هذه صحة الشيخ الألباني، وهو يدل دلالة صحيحة واضحة على أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة، ولا نزاع على أن الفاتحة سبع آيات، لكن من عد بسم الله الرحمن الرحيم آية عد صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية، ومن لم يعد بسم الله الرحمن الرحيم آية عد صراط الذين أنعمت عليهم آية غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية. المذهب الثاني أنها آية مستقلة أنزلت للتيمن والفصل بين السور، وأن قراءتها في الفاتحة جائزة بل مستحبة ولا يسن الجهر بها، لحديث أنس قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان وكانوا لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم. رواه النسائي وابن حبان والطحاوي بإسناد على شرط الشيخين. في بعض روايات طرق حديث أنس كانوا لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم أو لا يقرؤون، لكن هذه الرواية صريحة في أنهم يقرؤون بها مع الإصرار، لأنهم قالوا لا يجهرون، وذلك أن القراءة في السر قد تسمى أحيانا سكوتا. قال أبو هريرة: يا رسول الله، رأيت سكوتك بين القراءة وبين التكبير والقراءة، ما تقول فيه؟ قال: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي الحديث. فسماه إيه؟ سكوتا بالنسبة للجهر. فإذا كان في بعضها يجهر وفي بعضها يسر، صح أن يقال لا يذكر أو لا يقرأ أو يسكت، وهو لا يقصد أنه لا يقرأ مطلقا، بل لا يقرأها جهرا بدلالة الأحاديث الأخرى. إيه الفرق بينها آية في أول كل سورة وأنها آية من كل سورة، أو آية من الفاتحة وآية في أول كل سورة غيرها؟ الفرق في ذلك في مسألة وجوب القراءة في البسملة في الفاتحة. فمن قال أنها آية في أول كل سورة ولا دليل على أنها من الفاتحة، إن قال ذلك يعني، يبقى من قرأ الحمد لله رب العالمين فقط من أول الحمد لله أجزأته ليه؟ الصلاة. ومن قال إنها آية من الفاتحة ليس في أولها، فهذا دليل على أنها لا تصح بغيرها. الثالث أنها ليست بآية من الفاتحة ولا من غيرها، وأن قراءتها مكروهة سرا وجهرا في الفرض دون النافلة. شيء عجيب. يقول: هذا المذهب ليس بالقوي، وقد جمع ابن القيم بين المذهب الأول والثاني فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم تارة ويخفيها أكثر مما يجهر بها. حديث أبي هريرة الأول. ولا ريب أنه لم يجهر بها دائما في كل يوم وليلة 5 مرات أبدا، حضرا وسفرا، ويخفى ذلك على خلفائه الراشدين وعلى جمهور أصحابه وأهل بلده في الأعصار الفاضلة، عشان حديث أنس رضي الله عنه. من أقوى الأدلة على أنها آية في أول كل سورة حديث النبي صلى الله عليه وسلم: سورة 30 آية شفعت لصاحبها حتى غفر له، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. لا نزاع أنها 30 آية بغير بسم الله الرحمن الرحيم، إذن لا تعد في آياتها. ومن أصرح الأدلة على أنها كانت تنزل للفصل بين السور، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف انتهاء السورة إلا بنزول بسم الله الرحمن الرحيم، أو كما قال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه انزلت علي سورة آنفة بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر.
هذا دليل أنها كانت تنزل في أول كل سورة. أما كونها تعد من آيات كل سورة أم لا فهذا شيء آخر. أما الفاتحة فلحديث أم سلمة نقول إنها إحدى آيات الفاتحة، وعلى هذه الطريقة طريقة عد قراءة حفص عن عاصم، عد الآيات لا يعدون بسم الله الرحمن الرحيم آية من كل سورة بل في أول كل سورة، في أولها يعني آية مستقلة أو جزء من الآية الأولى. لا نزاع أن سورة براءة ليس فيها بسم الله الرحمن الرحيم. لا لا، هو المقصود بها آية من أول كل سورة أو في أول كل سورة عدا سورة براءة. الإطلاق ده المقصود به عدا سورة براءة. إذا قرأ من نصف السورة يقرأ مباشرة، وإن قرأ بسم الله الرحمن الرحيم للفصل لم يضر. آية من الفاتحة وآية في أول كل سورة، والصحيح لأنها الصحيح أنها آية من آيات الفاتحة يلزم قراءتها في الصلاة وتبطل بدونها، وتبطل قراءة الفاتحة بدونها، وتبطل الركعة بدونها، وهي آية في أول كل سورة. من لم يحسن فرض القراءة، قال الخطابي الأصل أن الصلاة لا تجزئ إلا بقراءة فاتحة الكتاب، ومعقول أن قراءة فاتحة الكتاب على من أحسنها دون من لا يحسنها. ليه؟ فاتقوا الله ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يقول فإذا كان المصلي لا يحسنها ويحسن غيرها من القرآن كان عليه أن يقرأ منه قدر 7 آيات، لأن أولى الذكر بعد الفاتحة ما كان مثلها من القرآن. وإن كان ليس في وسعه أن يتعلم شيئا من القرآن لعجز في طبعه أو سوء في حفظه أو عجمة في لسانه أو عاهة تعرض له، كان أولى الذكر بعد القرآن ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم من التسبيح والتحميد والتهليل. وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل الذكر بعد كلام الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، انتهى. ويؤيد ما ذكره الخطابي من حديث رفاعة ابن رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم علم رجلا الصلاة فقال إن كان معك قرآن فاقرأ وإلا فاحمده وكبره وهلله ثم اركع، رواه أبو داود والترمذي وحسنه والنسائي والبيهقي، حديث صحيح. إن كان يجب عليه أن يتعلم الفاتحة، يجب عليه أن يتعلم ما تصح به صلاته، إنما الأدلة على سقوطها العجز. فأما من كان متمكنا من التعلم فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الركوع قال وهو مجمع على فرضيته في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لمسيء صلاته ثم اركع حتى تطمئن راكعا. بما تحقق؟ قال يتحقق الركوع بمجرد الانحناء بحيث تصل اليدان إلى الركبتين ولا بد من الطمأنينة فيه. يقول هو ركن من أركان الصلاة الطمأنينة في الركوع لما تقدم في حديث المسيء في صلاته ثم اركع حتى تطمئن راكعا. عن أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا يا رسول الله وكيف يسرق من صلاته؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها، أو قال لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، رواه أحمد الطبراني وابن خزيمة والحاكم، وقال صحيح الإسلام صحه الشيخ الألباني. يقيم صلبه بحيث يستقر كل فقار ظهره. عن أبي مسعود البدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجزئ صلاة
لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود. يعني مجرد الانحناء يسمى ركوع لغه، لكن لا يتم حتى يستقر كل عظم في موضعه ولو قدر تسبيحه. قدر تسبيحه يعني ما بنقولش لازم يسبح، ده هو يجب ان يسبح تسبيحه، لكن الركن غير الواجب. الركن هو في وصول كل عظم الى موضعه. زمن تسبيح، لكن التسبيح نفسها سبحان ربي العظيم واجب. ان لم تمس اليد الركبتين لعجز لم يضره ذلك، واما ان كان قادرا ولم يضع يديه على ركبتيه فظاهر الأدلة ان هيئة الركوع لا بد ان تكون بوضع اليدين على الركبتين. لم يرد دليل على النظر أثناء الركوع، فإن نظر إلى موضع سجوده لم يضره، وإن نظر غير ذلك لم يضره. قال الترمذي الحديث أنه لا تجزئ الصلاة لا يقيم الرجل فيها صلبة في الركوع والسجود، قال هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، يرون أن يقيم الرجل صلبة في الركوع والسجود. وعن حذيفة أنه رأى رجلا لا يتم الركوع والسجود فقال له ما صليت، ولو مت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمدا صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. قال الرفع من الركوع والاعتدال قائما مع الطمأنينة لقول أبي حميد في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا رفع رأسه استوى قائما حتى يعود كل فقار إلى مكانه، عظام الظهر في رواية حتى يعود كل عظم إلى موضعه. هيأتي هذا الكلام إن شاء الله. إذا الإمام هو ركع لازم يجيب ركعة فيها الفتحة. قال وقالت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم فكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما. الخلاف للحنفية ممن لا يوجبون الرفع من الركوع ويجزئ عندهم أن يسجد من ركوع. ده موضوع وضع اليد أثناء القيام بعد الرفع من الركوع، هذا في هيئة القيام وليس في يعني الجزء الذي هو ركن. أن تجزئ الصلاة بلا خلاف سواء وضع يده على صدره أم لم يضعها، لكن الصحيح أنه يضعها، لكن هذا في الاستحباب فقط، الخلاف في الاستحباب أو عدم الاستحباب، الصحيح أنه مستحب. قال صلى الله عليه وسلم لمسيء صلاته ثم ارفع حتى تعتدل قائما، متفق عليه. الاعتدال قائما يتضمن معنى استقرار كل عظم في موضعه قائما، وهذا معنى الطمأنينة المذكور في الركوع والسجود. ما فيش أسئلة إلا بعد الدرس. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى صلاة رجل لا يقيم صلبة بين ركوعه وسجوده. رواه أحمد. قال الذي إسناده جيد. الركن السابع السجود. طبعا هو بيعد الطمأنينة
ضمن الركوع والسجود. وقد تقدم ما يدل على وجوبه من الكتاب، وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله للمسيء في صلاته: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. فان وجوب من الكتاب: يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا. وكل السجود اللي في القران، السجود الواجب هو في الصلاه، السجود في التلاوه مستحب، لكن ايه القدر الواجب من اركعوا واسجدوا؟ وكذلك يخرون الاذقان سجدا، وغيرها من ايات فيها الامر بالسجود ومدح من فعله. هو في السجود الواجب، وهو في الصلاه الواجبه سجدتين. قال: فالسجدة الأولى والرفع منها، ثم السجدة الثانية مع الطمأنينة في ذلك كله، يعني مع الطمأنينة فيما بين السجدتين، وهي مسألة يخطئ فيها الكثيرون، حيث لا يطمئنون في هذا الركن، وبعضهم لا يضع مقعدته على الأرض، ولا يسمى جلوسا إلا بوضع الفخذ أو المقعدة على الأرض. على الأرض بقى دي مباشرة، أو على الساق الموضوع على الأرض. يعني لو أحد بالظبط كده، القعدتين دول سواء الإقعاء أو الافتراش، الاثنين الفخذ بيبقى على إيه؟ على الساق، مش كده؟ والمقعدة بتبقى على الركبتين، قصدي على العقبين، او ان الركبة احدهما او احدهم، اما تبقى المقعدة على القدم المفترشة يعني. فهذا كله قد وقعت على الارض، عشان كده قاعد على الكرسي، قاعد على الارض. فالجلوس هذا بين السجدتين ركن من الاركان، والطمأنينة فيه ركن من الاركان. اللي بيجلس على ركبته، اللي من غير ما رجله ولا ساقه ولا فخذه تمس الأرض، ولا حتى على ساقه الذي يمس الأرض ويستقر على الأرض، يبقى مع قدرته لا تصح صلاته. بنقول مع قدرته. يقول: والطمأنينة مع الطمأنينة في هذا. فالسجدة الأولى والرفع منها، أو الجلوس بين السجدتين يعني، ثم السجدة الثانية مع الطمأنينة في ذلك كله فرض في كل ركعة من ركعات الفرض والنفل. حد الطمأنينة. قال: الطمأنينة المكث زمنا ما بعد استقرار الأعضاء، قدر أدناها العلماء بمقدار تسبيح سبحان الله، وأدنى قدر. قال: أعضاء السجود. أعضاء السجود: الوجه والكفان والركبتان والقدمان. والوجه يشمل الجبهة والأنف، الجبهة والأنف. عن العباس بن عبد المطلب أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سجد العبد سجد معه سبعة أراب، سبعة أعضاء: وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه. رواه الجماعة إلا البخاري. يعني اللي رفع رجله في الهواء يبقى سجوده باطل. لا، باطل لو رافع مع القدرة، رافع رجليه كده أو واحدة منهم بحيث ساجد على ستة أعضاء، يبقى سجوده باطل. الخلاف في التمكين الأنف، إن كان الأكثر يرون إجزاء الجبهة، والصحيح وجوب أن يسجد على أنفه. لو أنه أثناء أي ركن من الأركان أكمل هذا في بقدر الطمأنينة ثم تركه، يعني على سبيل المثال قدر الطمأنينة كان السبعة أعضاء موجودة، وبعدين أثناء السجود رفع رجله، لو في قدر السبع أعضاء
موجودين على الأرض قدر الطمأنينة يبقى سجد. وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال عن ابن عباس قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء ولا يكف شعرا ولا ثوبا، الجبهة واليدين والركبتين والرجلين. وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه. أشار بيده إلى أنفه دين كلمة الجبهة عن جبهة والأنف، الجبهة والأنف واليدين والركبتين وأطراف القدمين، متفق عليه. في رواية أمرت أن أسجد على سبع ولا أكفت الشعر والثيب، يعني لا أضم. الضم في الثياب التشمير وضم الشعر التضفير، هذا في حق الرجال. والله قال أمرت أن أسجد على سبع ولا أكفت الشعر ولا الثياب، الجبهة والأنف نعدهم واحد، واليدين والركبتين والقدمين. رواه مسلم والنسائي. عن أبي حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض. رواه أبو داود والترمذي وصححه. وقال والعمل على هذا عند أهل العلم أن يسجد الرجل على جبهته وأنفه، فإن سجد على جبهته دون أنفه فقد قال قوم من أهل العلم يجزيه، وقال غيرهم لا يجزئه حتى يسجد على الجبهة والأنف. هذا له وجه قوي بلا شك. قولوا قولي هذا وأستغفر الله.